الحقيقة دايما الحلقة الأولى في الأسبوع بتبقى صعبة شوية، لأنه بنحاول نبدأ بداية جديدة أو نحصد أو نقول كل ما فاتنا من أخبار، لأنه بيبقى خميس جمعة سبت ما بنبقاش موجودين مع حضراتكم، فبنحاول نلم الأسبوع ونحاول نقول لكم إيه اللي ممكن يحصل في الأسبوع المقبل. لكنه استوقفني الحقيقة شوية كلام كده، إيه اللي هو كلام اللي تقول عليه ملوش لازمة. واللي زعلني قوي انه بعض الاهلاوية يعني ايه بدأوا ياخدوا شوية الامور بمحمل الجد او بمحمل الزعل او بمحمل الغضب. ما هو من ايه حضرتك؟ انا بتكلم على الاهلاوية، من ايه سعادتك؟ هو انت مش شايف ولا عارف قيمة ناديك؟ تبقى مصيبة. ما هو لو واحد تاني عايز يخبط فيك فده العادي، واحد تاني غيران والغل مالي قلبه ما هو ده العادي، واحد تاني هيموت وهيتجن انه ما هو مش عارف يعني يقرب من كعب جزمة الكرة بتاعتك، مش قادر يقرب والله خالص. انت ما شاء الله طاير ومعدي وفايت ورايح وشارخ وجاري وطلعت ادوار، يعني انت مثلا في الدور ال 869 واحد لسه عيني بيتلمس الدور الاول، فانت مش عايزه يبقى زعلان او مش عايزه يبقى غضبان او مش عايزه يبقى يعني متضايق او مش عايز يبقى محروق، ما هو ده طبيعي جدا. فانت بقى انت في طالع مقرب على الدور الالف، واحد لسه ما عداش الدور الاول، وانت ما انت لو بصيت من فوق هتتعب، هو عشان يبص لك لازم رقبته تتكسر طبيعي، ما هيجيبك ازاي انت في الدور الالف رقبته هتتكسر، فانت توطي تحت ليه؟ ما ينفعش توطي تحت، مش حلو، حتى نظرك يضعف، فما ينفعش انك توطي لتحت. هو من حقه يعني انه يفضل يدور حتى عشان يطلع الدور الخامس السابع السادس، يطلع الدور السادس ماشي، من حقه انه يدور انه يبقى في الدور السادس، لكن انت ما شاء الله ده انت طاير يا عم الحاج، انت فين فين فين؟ فليه بتتوقف امام الحاجات الصغيره والصغائر والحاجات دي ملهاش لازمه خالص؟ يعني انت كاهلاوي لازم تبص ناديك كده بكل الفخر بجد والله، اعمل كده زيي، غمض عينيك كده وارجع كده وبص كده، خد نفس عميق واقعد بقى. كوره، فريق، كاس عالم، كاس افريقيا، برونزيات، بطولات، استفتاءات، نجاحات، هتفضل بقى هتفضل مغمض لوقت كتير، بس احنا ما ينفعش نغمض، احنا لازم تبقى عينينا مفتحه وعامله كده. انا بقول لك انت كمشجع اهلاوي ممكن تغمض وتفضل نايم سنه سنتين ثلاثه اربعه خمسه عشره عشان واحد بس يبدا يقرب منك، حتى وانت مغمض مش هيحصلك، لو هو صاحي طول الليل والنهار وواصل الليل والنهار مش هيحصلك، بس الميزه انك ما بتقدرش عينيك ترمش، لان انت عايز تكمل وعايز توصل اكتر وعايز تنجح اكتر. هو انت يا اهلاوي يا جميل او يا اهلاويه يا جميله، قول لي كده كانت ايه مشاعرك والبنت الاموره الجميله وهي بتقول ايه؟ ورهاني كده الله يخليكوا تاني، وهي بتفتح كده الورقه وبتعمل كده، كانت بتقول ايه؟ تعالوا كده نسمع نسمع. Beat the second team. Thank you. Al Ahly, yes. FC. The reigning African champions were named the club of the 20th century after the Egyptian. يا جمالك. يا جمالك، يا حلاوتك. شايفين التسقيف عامل ازاي والناس عامله ازاي؟ والناس بتقول ايه وبتحكي ازاي؟ طب ما تيجي نسمع كده ديل بييرو لما القمر دي قالت الاهلي. وانت عارف ديل بييرو ولا عرفه لك؟ ديل بيرو نجم الكرة الإيطالية العالمي الشهير. تعال نشوف كده عم ديل بيرو قال إيه لما اتسحبت القرعة في كأس العالم للأندية وحصل على أكبر كم من التسقيف واتقال اسم الأهلي. اسمع يا سيدي معايا. Palmeiras in Porto in Group A. We need to go back to Ana and Andres to confirm their position.
withdrawing the red ball. Maxi en tus manos. A tres. There you go. Al Ahly of Egypt, who's in a historic club from Egypt. They're dancing now in Cairo that they know that they will play. Oh, and wait until they know who they play. كل بقى اللي انتوا سامعينه ده كل دول بيتغزلوا في الاهلي. كل الحدث العالمي ده بيتغزل في النادي الاهلي. انا ماليش دعوه، ما حدش يقول لي اصل النادي ايه انا النادي الاهلي هنا. انا الاهلي. انا الاكبر. انا الاحسن. انا الاقوى. انا الاشهر. انا الانجح. النادي الاهلي. فانت كمصري بتكون فخور انه عندك نادي اسمه الاهلي، صح ولا انا غلطان؟ انت زعلان، انت غضبان، خليك في حالك، ما عنديش مشكله. لكن الطبيعي اللي حصل عند الدنيا كلها حاله من الفخر، حاله من الزهو، انه المصريين شايفين ناديهم الاشهر، الاكبر، الاعظم، الاقوى، الانظف، وهو بيتقال عليه كده. مش المره دي بس، المره دي واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها، هم شايفين رئيسه وكابتنه كابتن الخطيب هو بيحمل كاس افريقيا، ومن بعده من الكباتن بيحملوا كل الكؤوس، كؤوس افريقيه وكؤوس عربيه وميداليات عالميه ومشاركات في كل البطولات ونجاحات ما بعدها نجاحات، ومع كل الشخصيات وكل رؤساء الاتحادات الدولية ما بين بلاتر وما بين انفنتينو وما بين رؤساء اتحادات في لعبات أخرى وبين رؤساء الاتحادات القارية، بقوم يفتخروا أن الأهلي موجود عندهم. أنا الأهلي اللي جاي والحاضر، هو ده الأهلي من 2005 يا جماعة، 20 سنة في مشاركات متتالية متوالية في كأس العالم للأندية، ولما بيغيب سنة جمهور النادي الأهلي بيشعر أنه في حاجة ناقصة، في كارثة حصلت، الأهلي مش في كأس العالم للأندية. أجيال وراء أجيال وأسماء وراء أسماء موجودة يا جماعة قدامكم، شوفوا شوفوا وبصوا، شوفوا الدنيا عاملة إزاي، شوفوا القصة عاملة إزاي، شوف كم كابتن استلم كم كاس، شوف كم رئيس للاتحاد الإفريقي كان موجود ما بين عيسى حياته وما بين معرفش احمد احمد وما بين متسبي وغيرهم من الموجودين. شوف كم مره جوه مصر وبره مصر، ادي عيسى حياته وادي شادي محمد وادي احمد ناجي وادي احمد بلال. شوف الاجيال المتتاليه في النادي الاهلي وبترفع الكؤوس وبترفع البطولات، احمد فتحي واحمد حسن ومحمد الشناوي وكل القيادات المصريه المتواجده دائما وابدا، وهي تفخر وتزهو بالنادي الاهلي، هي التي تفخر وتزهو بالنادي الاهلي. افرح، ارقص، غني قد ما تقدر، عيش اللحظه دي، مش بتعدي اللحظه دي، عايشه معانا دائما وابدا. افريقيا امبارح والنهارده واول وبكره باذن الله، واحتفال معتاد ونجاح معتاد وبطولات معتاده. بيني وبينك يعني انت هتسيب كل ده وتروح لواحد يقول لك اصل اللي مش عارف مين واصل اللي راح فين؟ خليه بقى، خليه بقى، سيبه في حاله، ربنا يكون في عونه.